بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. مبروك طبعا، ألف ألف مبروك لكل عشاق النادي الأهلي. أنا الحقيقة دايما بستغرب ودايما ببقى مش واخد بالي من اللي بيحصل واللي بيتقال. قال لك عندكم مشكلة في ألعاب الصلاة، عندنا مشكلة كبيرة في ألعاب، اتقال كده والله العظيم ثلاثة من أسبوعين ولا ثلاث أسابيع، قال ان في الاهلي في مشكله. الاهلي اللي واخد 16 بطوله، الاهلي اللي واخد 16 بطوله في كل العاب الصالات بشكل مختلف، كل الالعاب بقى اقول زي ما انت عايز، اخرها اللي حضراتكم شايفينه او الدرع اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي على الهواء مباشره، درع سوبر كره السله لابطال وبطلات النادي الاهلي في كره السله. ألف مبروك ليكو، ألف مبروك لكابتن طارق خيري، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل هذه النجاحات، ألف مبروك لكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي اللي كان عامل حلقة رائعة الحقيقة امبارح مع كابتن مصطفى عبده المجري طبعا. فألف ألف مبروك لكل الحقيقة محبين النادي الأهلي ولكل عشاق النادي الأهلي. الحمد لله والشكر لله، ما عندناش مشكلة في ألعاب الصلاة ولا حاجة، عندنا مشكلة في لعبة واحدة منهم وهنتصرف فيها وهنظبطها إن شاء الله. ولكن تخيل حضرتك إن أنا عندي 16 بطولة في كل البطولات المختلفة، لسه بنلعب كأس الكؤوس لكرة اليد سيدات وكأس الكؤوس لكرة اليد رجال، لسه دول بنلعبهم، ولسه حاجات مباريات أخرى، لسه البي ال أو البال اللي هيتلعب في رواندا، عندنا لسه ثلاث بطولات تانية أفريقية. من الجايز جدا ان انا اقدر اخد الثلاث بطولات دول او الاقرب ان شاء الله على الاقل بطولتين منهم للنادي الاهلي، ربنا يكرمنا بيهم. لكن تخيل حضرتك ان احنا في موسم 16 بطوله حتى الان، انا كنت بقول لغايه امبارح او لغايه النهارده قبل المباراه دي 15 بطوله، النهارده 16 بطوله، اللي بعدنا ثلاث بطولات او اربع بطولات. والله انا بتكلم بالارقام، النهارده طبعا حاولنا ان احنا نجيب ابطال وبطلات النادي الاهلي في يكونوا موجودين معانا على الهواء مباشره زي ما حضراتكم شايفين، ولكن الحقيقه يعني النهارده قلت لهم لا، النهارده اتبسطوا مع كل واحده تتبسط مع اهلها، لانه الاهل لهم دور كبير جدا جدا جدا، اتبسطوا مع جمهور النادي الاهلي. يكفي ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود، ويكفي ان كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين وفرحانين ومبسوطين. هتقول لي يا اسلام ما هو يعني احنا كده النادي الاهلي بيفرح بكل حاجه وبيتبسط بكل حاجه وبنزعل لو بطوله واحده، بطوله واحده من ال 20 بطوله اللي احنا داخلين فيهم في العاب الصالات خسرناها. احنا لغايه دلوقتي خدنا 16 بطوله، دي البطوله رقم 16.